هاشم سيد بجزار عند 4 مطاعم أمرتجي، عايش ما بين العجوزة وشبرا. عناوين ال4 محلات بتوعه. مصاريف الشغلانة. ما بتنطقش ليه؟ بفكر. الراجل ده بيرجع من الدهوة. البدله تحت البيت. لا انا بفكر في حاجة تانية. عايز ألقى فتون وراشد. لسه فاكر؟ مراتي. الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. وراشد ده مش بس ابن عمي، ده أخويا اتربى على كتافي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. احنا عايشين في بلد فيها 100 مليون بني ادم، فيها جحور ياما وشقوق ياما، ومسير الحياة يتلاقى. هيتلاقوا يا ونسي. تعرف ان انا متجوز وعندي عيلة؟ معرفش عنهم حاجة بقالي 5 سنين. اللي شبهنا ما ينفعش يبصوا لورا، لو بصوا لورا يرشعوا. ألو، أهلا سيادة الوزير. أنا كويسة الحمد لله، زي حضرتك. وبرضو عزوماتك كترت قوي الفترة دي. لا إن شاء الله طبعا هاجي. مختار؟ آه مختار هقول له طبعا. أي أكيد أكيد هيجي. لا مش فاهمة مين الناس دي. اها اوكي ماشي. لا طبعا هاجي. اوكي شكرا على العزومة. مع السلامة سيادتك. مع السلامة. لسه ما ردتش عليك برضو؟ لا لسه. انتوا مش كنتوا مع بعض في الشركة؟ سبتها ليه؟ قالت لي عندها مشوار مهم. هي سابتني من هنا والوزير شفيق جمل كلمني من هنا، عامل لنا عزومه ولازم نروح. يا رب تكون هي. اهلا يا غالي. بسم الله ما شاء الله. ومين القمر اللي معاكي ده؟ ده ابني. طيب حافظه جوه. لو سمحت يا مختار. يعني كل ده كان كدب؟ بتستعبطيني؟ انا هو مراد؟ انت ايه؟ شطانه؟ على فكره انا عارف كل حاجه عنك. عسليه. عسليه؟ اه. مش راشد الغول البلطجي كان جوزك؟ ولا محروس سواق التاكسي بتاع اسكندريه؟ ولا طارق ابو الواد اللي نايم جوه؟ لا انا مش فاهمه حاجه. وانت ايه اللي سكتك كل ده؟ عشان حمار غبي
اكتر من سنه. انا عرفت عنك كل حاجه بعد ما عملت لك الفيش. عارفه سكت ليه؟ عشان صعبتي عليا. قلت ازاي واحده ناسيه كل حاجه في حياتها اللي فاتت نيجي احنا نحاسبها عليها. كده ليلى كان عندها حق. انت اللي قتلتي مراد. انت اللي قتلتيه. خلصت؟ لا ما خلصتش. انا لغايه دخلتك عليا بالواد على ايدك وكان ممكن اعمل اي حاجه علشان ادافع عنك. ان شاء الله لو حياتي. على فكره انا مش حاسه بالذنب ولا اقعد اعيط لك واقول لك سامحني عشان حياتي كان كلها ظلم قبل كده. انت اتجوزتي ثلاثه وضحكت عليا. لو سمحت اسمعني ما تقاطعنيش. انا البني ادم اللي واقفه قدامك دي بلا سنين بتجري وخايفه وهربانه، وكل ما الاقي مكان استخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني اني اهرب واجري تاني لغايه ما لقيت مراد. وكان لازم اعمل اللي اعمله، وانت على فكره اللي ساعدتني. انت هتخرفي؟ انا ما بخرفش. يوم ما مراد خبطني بالعربيه كنت هربانه من المنيا من طارق ابو ابني، وبرده بعد ما انكشفت. انا فاكره الليله دي كويس قوي. كنت انت والدكتور ومراد واقفين حواليا في المستشفى. سألوني انت مين؟ وساعتها انت سألتني وانت ناسيه اسمك ولا ايه؟ كأنك بتديني المفتاح اللي اكمل فيه بعد كده. ده اسمه جنان اللي انت بتقوليه ده. ما هو مش ده بس الجنان اللي حصل في حياتي. انا قدامك يا مختار وانت عارف عني كل حاجه. انا كل اللي انا عايزاه اني ما هربش تاني، وعايزاك تساعدني على كده. مختار انا عارفه انك بتحبني وانا تعبت. انا اللي قابلته في حياتي مفيش بني ادم يستحمله. ما صدقت الاقي فرصه اعيش فيها مع ابني بامان. ولو انت هترفض تساعدني عايزك تديني فرصة. فرصة ليه؟ اني اهرب تاني.